إطار البروتوكول الموقع بين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والأستاذ سامح عاشور النقيب العام، انعقدت دورة تدريبية جديدة لتدريب المحامين وكلاء المستثمرين في مقر الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة مدينة نصر. تضمن اليوم التدريبي محاضرتين في التأسيس الإلكتروني كمجال جديد وواعد، والأخرى في خدمات التراخيص للإطلاع على آخر المستجدات القانونية يقدمهم نخبة من الخبراء القانونيين في الهيئة. كما تعهد الأستاذ عبد الجواد بتعديل بروتوكول التعاون للاستفادة من مستويات أخرى من التدريب في الهيئة، بالإضافة لتقديم برامج تدريبية جديدة في مؤسسات أخرى. ده يوم تدريبي سريع اتصمم ليواكب ظروفنا كمحامين والجلسات واليوم والضغط، لكن ده ما يمنعش ان هي دوره تمهيديه تعريفيه. ان شاء الله ربنا وفقنا في تعديل البروتوكول بقياده النقيب العام الاستاذ سامح عاشور مع الوزيره الدكتوره صح النصر، تعديل بروتوكول التعاون عشان ناخد فرص مستويات اخرى متقدمه عشان نصل للهدف اللي احنا بنبغيه اللي قلنا عليه في اول اليوم، ان احنا حد كان بيكلمنا النهارده ان احنا نوصل لجدول معتمد من المحامين المتخصصين المؤهلين اللي معروفين في النقابه ويبقوا معروفين في الاستثمار، انه سبق تلقي دورات تاهيليه متعدده اكتر من مستوى، يقدر ده يساعد في تهيئه مناخ الاستثمار، يساعد في تهيئة دور نقابة المحامين ودور المحامين. زي ما انتم شايفين كل إجراء بتشرح النهاردة، كل حرف كل خطوة في مجال الاستثمار المحامي له دور أساسي، والعائد طبعا متعدد زي ما قلنا، عائد يعني شخصي وعائد عام وعائد خاص بالنقابة وعائد خاص بالدولة. وحضر الجلسة الختامية الأستاذ يحيى التوني أمين الصندوق نيابة عن النقيب العام سامح عاشور الذي نقل تحية النقيب إلى المتدربين، كما عرض التوني خبرته في تأسيس الشركات والتطور الكبير الذي شهدته الإجراءات في ظل الإصلاحات الجديدة، كما تطرق بالذكر لقانون المحاماة الجديد. أهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة التدريبية التعريفية، وأنا علمت اليوم من الأستاذ عبد الجواد بهذه الدورة، وأتمنى أن تكون هناك دورات كثيرة أخرى حتى يستطيع المحامون أن يتخصصوا في تأسيس الشركات، وهذا التأسيس بيمر بعدة مراحل. عندنا في قطاع البترول كانت هناك تجربة في التأسيس، وأنا شخصيا أسست أغلب شركات القطاع عن طريق هيئة الاستثمار في صلاح سالم، وكانت في البداية تمر بمراحل معقدة ومراحل كثيرة وطويلة، أعتقد أنها الآن أصبحت سهلة وميسورة، ويستطيع أي منكم الإلمام بهذه القواعد المطلوبة في التأسيس. وإن شاء الله أنا شخصياً هوزع على حضراتكم كتيب خاص بتأسيس الشركات مجاناً حتى تستطيعوا أن تتعرفوا على هذا التأسيس من خلال العلم والمعرفة. بشكر سيادة النقيب الأستاذ سامح عاشور نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد محامين العرب والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار على ان هم يعني بيدوا فرصه للمحامين بصفه عامه، سواء منهم من اصبح كبيرا في السن او شباب المحامين، ان يستزيدوا من العلم فيما يتعلق بالاستثمار ومجالات اخرى، فتح مجالات اخرى للتعامل في مهنه المحاماه. ودي الحقيقه هتدي فرص كبيره جدا للعمل ومجالات العمل، وهتفتح افاق جديده في مهنه المحاماه. أنا بشكر النقيب سامح عاشور على الدورات اللي هو بيقدمها لنا زي دورة النهاردة وكيل مستثمر. النهاردة استفدنا بطريقة جميلة، وقع والأسلوب والحضور كان جميل بصراحة، والأساتذة اللي حضروا معنا استفدنا منهم جامد، وبنتمنى في المزيد من الدورات دي اللي بتعلم المحامين وتوصل لينا قوانين احنا مكناش على علم بيها غير بالدورات دي، واحنا استفدنا جامد.
طبعا احنا سعداء بوجودنا النهارده وبنحب نتقدم بخالص الشكر بالنسبه للبروتوكول ده بين وزاره الاستثمار وبين نقابه المحامين، وبنتقدم بالشكر للنقيب المحامين الاستاذ سامع عاشور والاعضاء النقابه العامه الاستاذ عبد الجواد احمد والاستاذ يحيى التوني امين الصندوق، وسعداء جدا بتواجدنا في المؤتمر. النهارده احنا بصراحه استمتعنا بكل ما قدم لينا، واحنا عاجزين بصراحه عن الشكر، وبشكر كل ما اجتمع النهارده اللي هو لافاده المحامين ويسكلوا معلوماتنا بزياده. فانا بتوجه بالشكر خالصه بصراحه للدكتور المستشار عبد الجواد على المنحه اللي هو ادهنا بصراحه، ومعلومات كثيره جدا وكثيفه. بشكر السيد النقيب الاستاذ سامع عاشور على اتاحه الفرصه لمحامين ومحاميات مصر ولكافه شباب المحامين من كافه النقابات الفرعيه ان هم استفادوا النهارده في دوره وكيل مستثمر، ودي دوره تاهيليه وقانونيه وعلميه استفاد منها كافه المحامين والمحاميات المشاركين في هذه الدوره. وبشكر الدكتوره سحر وزيره الاستثمار على التعاون مع نقابه المحامين، وبشكر الاستاذ عبد الجواد احمد عضو مجلس النقابه العامه والاستاذ يحيى التوني امين الصندوق بالنقابه العامه. ونتمنى مزيدا من الدورات القانونيه والثقافيه لتوعيه واعلاء شان المحامين والمحاميات. طبعا بشكر معالي النقيب سامح عاشور على دعمه لينا ودعمه للشباب، وان هو خلانا النهارده حضرنا دوره مفيده جدا استفدنا كلنا منها. وبشكر طبعا الاستاذ يحيى التوني برضو على تواجده معنا، وبشكر بصفه خاصه كمان استاذ عبد الجواد عشان هو اللي نسق الدوره دي النهارده. وبتمنى ان احنا يبقى عندنا دورات دايما وتشجيع للشباب. انا بناء عن زملائي وزملاتي النهارده اليوم انا بشكر الجميع كلهم لحضورهم النهارده الندوه الجميله، الندوه الثقافيه اللي احنا كلنا استفدنا منها من خلال الاجتماع النهارده، برعايه طبعا الافاضل بالقائدين في النقابه العامه والسيد سامح عاشور النقيب العام. احنا النهارده استفدنا كاملا بالندوه ديت، الندوه دي كانت خاصه بالاستثمار وكم كفة الاستثمار لكل محامي. أنا مبسوطة جدا إن أنا حضرت النهاردة الندوة دي، الدورة دي بصراحة كانت مجزية جدا، وأنا سعيدة إن أنا كنت فيها، وإن أنا استفدت حاجات كتيرة قوي، استفدت كتير. وبشكر أستاذ سامح عاشور طبعا النقيب العام.